فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: اشتريت منزلا وكان بعض المال الذي اشتريت به هذا المنزل كان حراما، بعضه حلال وبعضه حرام، يقول: كيف تكون براءة ذمتي حتى يكون المنزل حلالا كله؟ إن كان هذا المال الحرام مغتصب به من أحد أو أخذ من أحد بغير طريق صحيح ترد عليه، ترد عليه. أما إذا كان هذا المال الذي بنيت به البيت كسبته من حرام، من معاملات محرمة، من كذا، فإنك تخرج بمقداره، تخرج بمقداره ويوزع على المحتاجين، لا على أنه صدقة، وإنما على أنه تخلص منه. نعم.